بكم مشاهدينا في ناشط أحمر معي أنا إيناس حليم، ونبدأ من أبرز الناشطات. الديمقراطي الكردستاني يبدي رغبته بالمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم. أيضا في ناشطنا الثاني، الداخلية تعلن إحصائية صادمة عن العنف الأسري، النساء أولا بالاستهداف ومطالبات بتشريع قانون الرادع. بعد جملة شروط ومتطلبات فرضها الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن العملية الانتخابية إثر القرارات الصادرة حول طبيعة توزيع المقاعد، والتي أثارت جدلا واسعا وغضبا لدى الكثير من مكونات الإقليم، اليوم تشهد العملية الانتخابية تحولا مهما بعد أن أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عودته إليها، عودة جاءت وفق مراقبين بعد تلبية الكثير من الاشتراطات التي وضعها الديمقراطي أمام السلطات الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم عملية توزيع المقاعد ومنح مختلف المكونات في الإقليم حقها في المشاركة. متخصصون يرون أن قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعيد العملية الانتخابية إلى مسارها المعتاد، خاصة وأنه جاء بعد تلبية متطلبات الحزب للمشاركة، حيث أصدرت الهيئة القضائية الانتخابية قرارا بمنح المكونات 5 مقاعد كوتا لفسح المجال أمام مشاركتهم الانتخابية. نتابع هذا التقرير ثم نعود لنفتح هذا المنشط. عودة للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مسار الانتخابات النيابية في الإقليم بعد إعلانه مقاطعتها في مارس آذار الماضي، مقدما جملة اشتراطات إلى السلطات الاتحادية في العاصمة بغداد. وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قدم كتاب إبداء الرغبة للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان 2024، مؤكدة أن المفوضية تعمل على متابعة كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. وأضفى قرار الانسحاب مزيدا من التعقيد على انتخابات كانت معطلة أصلا، كما دفع الأحزاب التي تمثل الأقليات المسيحية والتركمانية إلى مقاطعة هذه الانتخابات بسبب إلغاء الحصة الخاصة بها. وجاءت عودة الديمقراطي بعد أن أصدرت الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات قرارا بعدم دستورية إجراء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بتوزيع المقاعد على المحافظات في كردستان، مشددة على ضرورة مراعاة تخصيص 5 مقاعد للأقليات تتوزع بواقع مقعدين في السليمانية و2 في أربيل و1 في محافظة دهوك. وخلال الأيام الماضية زادت مؤشرات عودة الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات البرلمانية في ظل المفاوضات الجارية مع السلطات الاتحادية وتحقيق تقدم في بعض القضايا خاصة المتعلقة بالملف الانتخابي. الشرقية، أول من يعلم وآخر من يسكت. We'll be right back.
وفي هذا المنشط ينضم معنا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد محمد زنجان. أهلا بك سيد محمد. يعني بعد قرار مقاطعة الديمقراطي الكردستاني للانتخابات، هنالك عدول عن القرار والعودة إلى الانتخابات في إقليم كردستان، هل ذاب الجليد من قمم الجبال بعد ارتفاع درجات الحرارة بين بغداد وأربيل؟ مساء الخير إيناس، تحية لك وللزملاء والمشاهدين. تشبيه جميل طبعا، ولكن المسألة لم يكن فيها جمود ولم يكن فيها إصرار ولم تكن فيها الصلابة، على العكس المسألة تتعلق بالصالح العام. هذه العملية أثبتت بأن الحزب الديمقراطي يريد انتخابات بهيبة كردستانية بوجود شروط تتعلق بالقوانين الخاصة التي تتعلق بإقليم كردستان، وأن لا تهضم حقوق القوميات والمكونات الدينية والقومية المتواجدة في كردستان. طيب، لنقل بأن المطالب التي اقترحها أو فرضها الحزب الديمقراطي الكردستاني تحققت، لم تتحقق كلها، يعني من 11 مقعد رجعت 5 مقاعد. نعم. وعلى أساس 100. طيب، من 1992 إلى 2024 ألم تزد نسبة السكان في إقليم كردستان؟ ألم تزد نسبة المكونات؟ كنا نحن بصدد زيادة يعني مقاعد للأيزيدية والكاكائية، واليوم تتقلص هذه المقاعد من 11 إلى 5. لذلك أنا أرى بأن البرلمان القادم يجب أن يهتم بهذه المسألة، وخصوصا بعد مسألة التعداد التجريبي الذي سيجرى في العراق وفي إقليم كردستان. ثاني، مسألة الشروط التي كان قد فرضها الحزب الديمقراطي الكردستاني والتي تحققت، ولماذا عدل عن قراره؟ الديمقراطي رأى بأن المشاركة في العملية الانتخابية بدون مكونات دينية وقومية لا يعني أبدا أن هناك انتخابات حقيقية. لذلك فإن الإيجابيات هنا، أولا أن المحكمة أو الاتحادية والتي هي اليوم على عداء مع محكمة التمييز، يعني أصبح لها ند آخر، وهذا يدل على ركاكة المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية التفتت إلى الالتماس الذي كان قد قدم به دولة الرئيس مسرور بارزاني، هذه من الإيجابيات. ثانيا، أعادت المقاعد المكونات. ثالثا وهو الأهم، بيّنت بأن هناك فعلا خطأ قد حصل ورجعت المحكمة الاتحادية. إن كان هناك عدول فإن المحكمة الاتحادية قد عدلت عن بعض من قراراتها وقد مسكت العصا من النصف كي لا تغضب الأطراف الميليشيوية التي فرضت شروطها عن طريق أطراف كردية للأسف على العملية الانتخابية، وتبين بأنها قد وافقت على شروط الحزب الديمقراطي الكردستاني. إذن العدول لم يكن من الديمقراطي أكثر ما هو من المحكمة الاتحادية. طيب سيد محمد، يعني كيف ساهم تحسين العلاقات المالية بين بغداد وأربيل في عودة الديمقراطي عن قراره؟ يعني إذا تريديني أحكي بصراحة، مسألة العلاقات بين بغداد وأربيل كيف تحسنت أو كيف يعني نسير في درب التحسن؟ بضغوط خارجية، زيارة دولة الرئيس مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الزيارات المكوكية للرئيس نيتشيرفان بارزاني ما بين دبي والدول الأوروبية وإيران وتركيا، اللقاءات في إيران، هذه أيضا ساهمت في تغيير الخارطة. أيضا بالإضافة إلى ذلك الزيارات المتكررة للرئيس نيتشيرفان بارزاني ودولة الرئيس مسرور بارزاني إلى بغداد واللقاءات مع الأطراف السياسية. مع ذلك هناك العديد من الاستفزازات التي نسمعها يوميا من قبل الأطراف الميليشيوية. طيب، إيران استقبلت رئيس إقليم كردستان وما زالت الميليشيات تبين بأن هناك نشاط للموساد في إقليم كردستان. يا عمي، ما مليتوا من كل هاي الاتهامات؟ طيب، كيف تستقبل دولة تتهم إقليما ضمن دولة بأنها تأوي الموساد، تستقبله استقبال الأبطال؟ كيف تستقبله هو مرتين خلال شهر تقريبا، يعني بزيارة رسمية وزيارة للمشاركة في مجلس العزاء للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي؟ إذن بكل صراحة الاستفزازات ما زالت مستمرة، ولكن تحسن العلاقة والذي لا يسير على الدرب الصحيح حتى هذه اللحظة ويسير ببطء بسبب استفزازات وزارة المالية، استفزازات الميليشيات، استفزازات الأطراف الخارجة عن القانون. طيب، ولكن تحقق بتدخلات خارجية. طيب، دائما ما تقولون نحن على حق وكلامنا صحيح، هل يعقل أنه اليوم الديمقراطي الكردستاني لا يخطئ؟ هذا ما تقوله بعض الأطراف. الأطراف من حقها، يعني الحزب الديمقراطي حزب يضم آلاف مؤلفة من الأعضاء، من الرئيس وصولا إلى أصغر عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني. بالتأكيد يعني ليس حزبا ملائكيا، وبالتأكيد هناك أخطاء، ولكن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني دائما بأنه يتصرف بأخلاق الفرسان في العملية السياسية. اليوم العملية السياسية العراقية لا تحتاج إلى أخلاق الفرسان.
كردستان. الديمقراطي يراعي المشاعر العليا العراقية ويراعي الوضع الكردستاني ويراعي المكونات القومية والدينية ويراعي مسائل من الممكن أن تؤدي إلى اقتتال داخلي، وهو كان دوما وصلة خير بين الأطراف المتنازعة، بدليل أكثر من مبادرة قدمها الرئيس مسعود بارزاني منذ عام 2003 وحتى قبل 2003. طيب، المعارضة العراقية في 1992 التمت في كردستان، في 2002 أيضا، في 2005 أيضا، السنة الذين كانوا معترضين على العملية السياسية العراقية جمعهم الرئيس مسعود بارزاني في 2010 و2011 في أكثر من مبادرة. طيب، يعني أين الخطأ في السياسة التي يتبعها الحزب الديمقراطي؟ كما قلت، إن كان هناك خطأ فالخطأ هو التصرف بأخلاق الفرسان في العملية السياسية. يعني ذكرت السياسية. أنه لم يتم تلبية جميع المطالب التي فرضها أو التي أراد أن طرحها الديمقراطي الكردستاني، لكن هل تعتقد اليوم أن القوى السياسية أدركت أهمية مشاركة الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات لتكون هنالك علاقة وثيقة بين بغداد وأربيل، وأيضا طمأنت يعني الجانب الاقتصادي والأمني؟ طبعا كانت هناك أطراف تطمئن بأننا في حزيران سنشهد انتخابات، خلص انتخابات موجودة في حزيران، ولكن أنا قلت بدون ديمقراطي لا توجد انتخابات، وبدون بارتي لا توجد عملية سياسية لا في إقليم كردستان ولا في العراق. لنكن صريحين حول هذا الموضوع، الجميع يدرك قوة وصلابة الديمقراطي منذ عام 1946، منذ العهد الملكي، بل حتى قبل العهد الملكي وقبل لتأسيس عفوا حتى قبل تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. ثوار بارزان كانت دائما لهم الكلمة الفصل في العملية السياسية. يعني لنعد إلى التاريخ قليلا، في ثمانينيات القرن الماضي بعض الأطراف السياسية الكردية سافرت إلى بغداد وأرادت أن تعقد صلحا مع صدام. قال لهم صدام: أريد صاحب القضية، إما أن تقضوا على صاحب القضية الموجود في الجبل وهو ابن البارزاني، أو أن تأتوا به إلى بغداد لأتفق معه. أنتم لستم أصحاب القضية، أصحاب القضية هم البارزانيين أو الذين يقودون هذا النهج. الحزب الديمقراطي الكردستاني هم يعون هذه المسألة بكل صراحة، ولكن لماذا كل هذه الاستفزازات؟ طيب، كانت هنالك توقعات من الأحزاب الكردية الأخرى بعودة البارتي بالتأكيد إلى العملية الانتخابية بالتأكيد. وأيضا ما هي ردود الفعل بعد ذلك القرار، ردود الفعل الكردية الداخلية؟ أول حزب اليوم، يعني بحسب تصريح جمانة غلاي، الديمقراطي هو الذي سجل للمشاركة في العملية الانتخابية. بقية الأحزاب يعني قبل هذا التاريخ عندما سجلت لم تكن تتعدى التسع كيانات، يعني تسع كيانات في انتخابات، في حين أنه في انتخابات 2009 باليوم الأول 40 كيان كان مسجل. يعني انتخابات برلمان كردستان لعام 2005-2009 أول يوم كان هناك 55 كيان مسجل. لذلك بكل صراحة هم يعون جيدا بأنه لا توجد عملية سياسية ضد، يعني بدون الديمقراطي. ولكن لماذا يقفون ضد الديمقراطي؟ هم يعلمون بأن النقاط السياسية تكتسب باستفزاز الديمقراطي، بالوقوف ضد الديمقراطي، وهذا السر أنا أكشفه للست إيناس بكل صراحة. هناك قوى سياسية دائما ما عندما تزور الديمقراطي تتوسل من الديمقراطي بأن يسكتوا عن الاستفزازات التي من الممكن أن يسمعوها عبر شاشات الإعلام، فقط لاجتياز مرحلة الانتخابات والوصول إلى مرحلة تشكيل الحكومة. في ذلك الوقت يخفت الإعلام وتخفت الأبواق وتبدأ العملية السياسية تهدأ شيئا فشيئا، إن كانت أطراف سياسية كردية أو عراقية، سنية أو شيعية. هذا هو ديدنهم بكل صراحة، ولكن هم يعلمون جيدا بأنهم يضيعون الوقت، وهم بكل صراحة يخسرون كثيرا، ولكن هم الأهم عندهم أنه يكتسبون نقاط ويكتسبون مقاعد في البرلمان، وعلى الأقل توصلهم إلى مسألة قطع أو يعني خلخلة التوازن البرلماني أو عدم وجود اتزان في مسألة التصويت، أو عدم وجود على الأقل نصاب قانوني في البرلمان. شكرا لك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد محمد زنجنا، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. في منشأتنا الثاني، ترصد الأجهزة الأمنية تصاعدا في جرائم العنف الأسري، ظاهرة اجتماعية معقدة ومؤلمة تعكس تحديات وتحولات في عمق المجتمع الذي عانى سنوات من الحروب والكوارث والويلات. إحصائية لوزارة الداخلية العراقية قالت إن البلاد سجلت قرابة 14,000 دعوى عنف أسري خلال مدة 5 أشهر، وهو ما أثار تساؤلات عن طبيعة الإجراءات المتخذة
خلال الفترة الماضية، وفيما إذا كانت قادرة على ردع هذه الظاهرة أم أنها فتحت الباب واسعا أمام تلقي المزيد من الشكاوى. متخصصون يرون أن الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والصعوبات الاقتصادية عوامل تسهم في تصاعد هذه الظاهرة، فضلا عن الإحباط واليأس جراء الصعوبات الحياتية وما يواجهه الأفراد بشكل عام يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية. وفي هذا المنشط تنضم معنا السيدة الناشطة والحقوقية النسوية السيدة إيناس الربيعي. أهلا بك سيدة إيناس. يعني مع إعلان هذه الإحصائية الرسمية الثقيلة التي تعني أنه 3000 وقوع حالة عنف مجتمعي شهريا في بغداد لوحدها، ناهيك أيضا عن بقية المحافظات، ما الأسباب الرئيسية وراء تلك الأرقام؟ تفضلي. أهلا وسهلا، وتسمعيني واضح سيدة إيناس؟ نعم أسمعك سيدة إيناس. هي أول شيء لازم نقول السبب الرئيسي أنه إحنا ما عندنا قانون عنف أسري، لأنه ماكو رادع، الرادع غير موجود. نعم. الإحصائيات وظيفتها في الدول اللي تعرف شنو، يعني اللي عندنا مثلا بها البرلمان يعرف شنو شغلته، رئيس الوزراء يعرف شنو شغلته، رئيس البرلمان يعرف شنو شغلته. الإحصائيات وظيفتها أنه تشخص مشكلة وتعطي الضوء الأخضر إلى الشخص المسؤول أو المؤسسة المسؤولة أنه إحنا عندنا مشكلة نحتاج إلى حل. بالعراق وزارة الداخلية تعطي الإحصائيات على مدة بري ذمتها لا أكثر ولا أقل. من المسؤول عن حل هاي المشكلة؟ طبعا السلطة التشريعية اللي هي البرلمان. البرلمان إيش دي يسوي؟ البرلمان حاير يسم قوانين لها علاقة بالعطل يومية مسوين، يعني عايف المشاكل الأساسية اللي دا يعاني من عند هذا المجتمع وبإحصائيات رسمية. يعني المفروض البرلمانيين يعرفون كلش زين أنه أكو إحصائيات رسمية دا تقول أنه عندنا مشكلة. إذا نحسبها حساب عرب 14,000 حالة عنف أسري خلال 5 أشهر، معناتها عندنا 93 حالة يومياً. نعم. 93 حالة من العنف الأسري، 73% من عندهم موجهة. هذه مسجلة سيدة إيناس، 93 مسجلة، لكن ما خفي كان أعظم، لأن بعض جرائم العنف الأسري غير معلنة ولم تسجل. هل باعتقادك أنه قانون العنف الأسري سيبقى حبيس البرلمان؟ أي رح يبقى. لأنه البرلمان لا يعرف ما هي مسؤولياته. البرلماني لا يعلم هو ليش قاعد بالبرلمان، هو ما يعرف. هو ملتهي يركب سيارة جكسارة تاهو وعنده حماية، وأنا ما أعرف ليش عندهم حمايات. يعني هو عندهم حمايات لأنه هم يقومون بعمل خطر. هل سن العطل يعتبر عمل خطر؟ يعني هل إنه واحد من يسن يوم عطلة هذا يعتبر خطورة ولازم يأخذ عليها مخصصات خطورة؟ هم ايش يسوون البرلمانيين حاليا؟ عندهم قوانين ده تلمس المجتمع. طيب الاعتراض طبعا قانون العنف الاسري المقترح. طيب سيدة إيناس، يعني في تصريح سابق لك ذكرتي انه بعض العادات والتقاليد هي سبب لارتفاع نسب العنف ضد النساء، لكن اليوم كيف يمكن احداث ذلك التغيير في عقلية المجتمع وخاصة الاجواء العشائرية؟ قانون قانون يسري على الجميع. يلا ممكن انه نحارب هالافكار اللي مستمرة. يعني صح احنا عندنا قبل أسبوع واحد كان أكو تصريح لشخصية ما راح أقول اسمها عن زواج جماعي. الزواج الجماعي شنو هو؟ الزواج الجماعي هو جلب ناس من الطبقة الفقيرة، ما عندهم شغل، ما عندهم اقتصاد، حالة مادية ما عندهم نهائيا، كل شيء ما عندهم، يجيبوهم ويزوجوهم ويدفعوا لهم تكاليف العرس، وإذا كلش انطوهم 250,000 بالإيد. هذول شلون راح ياسسون حياه وهم ما عندهم عمل؟ زين اني اجيب اثنين عاطلين عن العمل، ما عندهم استقلال مادي، ازوجهم وطبعا وياهم الافكار مال خلف الطفل يجي رزقه وياه راسا، وهم ما عندهم اي شغل ولا عمل يخلفون اطفال. ووراها تبدي الضغوطات الاقتصاديه والماديه تبين مع الحمل والولاده، ويصير عندنا مشاكل ترتفع عندنا نسبة العنف الأسري. طيب أكو أحد يطرح مشكلة الزواج الجماعي إيش يسبب مشاكل داخل المجتمع العراقي؟ طيب
طيب سيدة إيناس، ابقي معنا للإطلاع أكثر على الإحصائية بشأن العنف الأسري. إذن تقول وزارة الداخلية العراقية إنها سجلت قرابة 14,000 دعوى عنف أسري خلال مدة 5 أشهر في عموم مناطق ومدن البلاد. هذه الأرقام تعني تسجيل قرابة 3,000 دعوى شهريا، ما يشير إلى تزايد معدلات العنف المجتمعي في ظل تراكم الأزمات الاقتصادية والأمنية في البلاد. وفي ظل هذه التطورات يشدد مختصون على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة، والتي تمثل تحديا يتطلب تعاون المنظمات الحقوقية والجهات الحكومية والأفراد النافذين في المجتمع كالعشائر والوجهاء. إذن سيدة إيناس، يعني يجب أن يكون هنالك تكاتف من المنظمات وأيضا العشائر والوجهاء للقضاء على تلك الظاهرة، ظاهرة العنف الأسري، والتي تصيب النساء، والنساء هن يعني الأكثر في إحصائية وزارة الداخلية. هل يمكن اليوم لمنظمات المجتمع المدني والعشائر أن يكون لها دور في الحد من تلك من ذلك العنف؟ أحيانا بعض العنف يسبب عاهات مستديمة. المنظمات تتحاول لكن ما عندها أي ثقل سياسي، فلذلك تشوفين من 2011 هي تتحاول، والاعتراض اللي هو من السيدة دنيا عبد الجبار على تعريف العنف الأسري هو كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بأي منهما يرتكب داخل الأسرة يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي. تعترض السيدة هنا على التعريف من 2011، وإحنا هسه 2024، 13 سنة ما عرفوا يعدلون تعريف على مود نقدر نسن القانون. فتشوفين ضغط المنظمات اللي دي يسووه هو ما يقدرون غير بس أنه يوعون على هذه المشكلة، أما كثقل سياسي ما لهم. بالنسبة للعشائر، يعني منو من العشائر؟ هذول المجموعين اللي الفيديو انتشر مالتهم من يقول له شنو هي المرأة ما تنكتل ما تنعل، هاي العشائر ننتظر من عندها انه تقر قانون العنف الأسري؟ هاي العشائر اللي أعضائها موجودين بالبرلمان، اللي أعضاء البرلمان يصعدون بدعم من عشيرتهم اللي يقولون المرأة ما تنكتل ما تنعل، اضربها بس لا ضرب مال مكافحة. هاي تصريحات شيوخ العشائر. طيب طيب هذا يعني هذا فيما يتعلق بالعنف يسمى الطبيعي، لكن هو ليس طبيعي وذلك ليس مبرر للعنف ضد النساء. لكن ما رأيك بانتشار المخدرات مؤخرا؟ انتشرت المؤخرات مما سببت العنف ضد أفراد العائلة. هنالك الكثيرين من الذين يتعاطون المخدرات يقومون بضرب أطفالهم، نسائهم، حتى أمهاتهم. مشكلة المخدرات هذا طبعا فايل كامل ثاني. هذه مشكلة ثانية، وهي طبعا لها أيضا سبب كبير جدا بارتفاع نسب العنف. إنه المخدرات صايرة سهلة، دخولها إلى العراق سهل، يعني هذا ملف كامل، هذا ملف بوحدة، وطبعا ده يسبب أيضا بارتفاع نسب المخدرات، عفوا العنف الأسري. يعني الجرائم اللي السابقة اللي فاتت اللي كان بها أيضا زنا محارم، كلها مرتبطة بالمخدرات. زنا المحارم كل ده يرتبط بالمخدرات. زين هنا الحدود هي المشكلة، إنه المخدرات ده تفوت من غير المخدرات اللي ده تنزرع في أماكن معينة داخل العراق، لكن العدد الأكبر أو الكمية الأكبر من المخدرات ده تدخل عن طريق الحدود. زين هنا هذا الواجب ايضا وزاره الداخليه. يعني هي المشكله انه احنا ما بدنا شيء، احنا ما بدنا غير بس نحكي. زين هي وزاره الداخليه تعرف واجبها باغلاق الحدود؟ راح تقدر اصلا تغلق الحدود اذا قررت تغلقها؟ طيب سيده ايناس، هنالك الماده 41 من قانون العقوبات، والتي تنص على انه يعني من حق الزوج او الاب تعنيف أطفاله بمادة قانونية هو حق التأديب. هل تلك تتناسب ما يتعرض له الأطفال والنساء في العراق؟ هنا لما تناقشين المحامين بهذه النقطة وتقولي لهم أنه أكو قانون يبيح العنف ضد النساء والمعلم إلى تلاميذه، القانون يقول الزوج إلى زوجته وأطفاله، الأم إلى أطفالها أيضا مسموح بنسبة معينة، والمعلم على التلاميذ. من تسأليه يقول لك لا، هو محدد
عرفا وقانونا وشرعا محددها، لذلك ما راح يكون عنف الا حسب ما الشرع يقرره، وهو انه لا يترك اثر على الجسم. زين، اذا هو عنف لا يترك اثر على الجسم مثل ما هم يقولون، يعني يقولون انه لازم ما يترك هذا العنف، ما يترك اثر، شنو الغايه من وجود هاي الماده القانونيه داخل قانون العقوبات؟ شنو الغرض من عندها لما يقول لك لا هو يضربها بالمسك ويضربها بعود الريحان؟ زين ادري شنو يعني يشاق وياها هو مثلا، لو شنو هذه يعني استهزاء بعقولنا صراحه، انه هو يريد هاي الماده القانونيه تبقى، لكن يقول لك لا هو ما عليه فد شيء، يعني هو حتى عليه فقط الديه في بعض المذاهب الاسلاميه، انه اذا صار عليها اثر فعليه الديه، لازم يدفع ديه. طيب هل تتعارض في حال شرع قانون العنف الأسري داخل أروقة البرلمان، هل تتعارض تلك المادة مع ذلك القانون؟ طبعا، لأنه حسب هنا القانون يقول لك تلغى جميع المواد القانونية التي تكون بالضد من هذه المادة، فهي القوانين التي تسمح بالعنف وتسمح بممارسة العنف ضد الأطفال، ضد الزوجة، ضد سكان المنزل، المفروض كلها تلغى، المفروض كلها تتوقف عن العمل. نعم، شكرا لك يا سيدة إيناس الربيع الناشطة والحقوقية النسوية، كنت معنا في هذا المنشأ، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. وفي منشأتنا الثالث، التهمت النيران أراض واسعة في أطراف كركوك بعد أن اندلعت في 5 أماكن في آن واحد، 4 في ألتون كوبري وآخر زحف نحو قرية بلاوة. حول هذا الموضوع ينضم معنا مراسلنا من كركوك أتلا الآغا. أهلا بك أتلا، يعني الشهر الماضي كانت هنالك 3 حرائق في حقول كركوك، اليوم حرائق مزدوجة، لو تضعنا في صورة الحريق الأخير والتحركات الأمنية بشأنه، تفضل. نعم إيناس، أنا حاليا أتواجد في الأماكن بالضبط في منطقة قرغتو، هذه المنطقة التي اندلعت منها النيران أو انتشرت الشرارة، انتقلت إلى الأراضي الأخرى، ليست 5 حرائق وإنما أكثر من 7 حرائق تطفأ هنا ثم تعود لتشتعل. الرياح التي هبت منذ صباح اليوم أيضا ضاعفت وفاقمت من الوضع هنا، أكثر من 8 فرق للدفاع المدني تحاول أن تخمد الحرائق وتسيطر عليه. بالأمانة أغلب المناطق التي احترقت هي أراضي محصودة وأدغال، لكن للأسف هناك مرشات للفلاحين، بيوتهم البلاستيكية، وهناك معدات كثيرة تأثرت واحترقت. كما قلت 8 فرق من الدفاع المدني، إضافة الجيش العراقي المتواجد هنا، الفرقة 8 والشرطة المحلية، كلهم هنا يحاولون تقليل الخسائر وإطفاء أكبر كمية من الحرائق. حاليا في منطقة قرغتو أتواجد وهناك مساحات كبيرة التهمها النيران، للأسف مرشات الفلاحين وأراضي لم يستطع الفلاح أو تأخر في حصادها أيضا تأثرت بهذه الحرائق. الرياح للأسف كان كل الجهود، جهود الدفاع المدني والقوات الأمنية كانت تسعى لعدم انتقال هذه النيران إلى الجهة الأخرى من الطريق الدولي لكركوك أربيل، خاصة تلك المناطق فيها الكثير من المعامل والمنشآت الحيوية التي كان هناك مخاوف أن تنتقل النيران إلى مقربات. طيب، هناك مصافي أيضا بهذه المسافة في هذه المنطقة والشركات للمشروبات الغازية، إضافة إلى معامل مختلفة. حاليا الوضع يبدو أنه خفت النيران وحتى الرياح خفت أيضا، انتقل فرقة الدفاع المدني حاليا انتقلت نحو التلال التي اندلعت منها النيران، المناطق التي لم يستطيعوا أن يصلوها أو لا زالت هناك، يعني هناك دخان يتصاعد من هناك. فرقة الدفاع المدني إضافة إلى آليات تابعة للفرقة 8 للجيش العراقي أيضا وصلت معها كميات كبيرة من خزانات المياه لتساعد وتكون ساندة لفرقة الدفاع المدني لإطفاء الحرائق. حتى الطريق قبل ساعة أيضا تعرض إلى ازدحامات لأن كان هناك حرائق قريبة جدا من الطريق الدولي الرابط كركوك بأربيل. الوضع حاليا يبدو أنه مسيطر عليه، لكن للأسف الكثير من الفلاحين شكوا لنا بأن هناك خسائر كبيرة خاصة بعد الحصاد أو في هذه الفترة، هناك الكثير من المعدات لا زالت متواجدة، والمعدات للأسف هي بلاستيكية، احترق أكثرها. الفلاح بعد أن يحصد يحاول أن يبيع
ما تبقى من المتبقي من الحصاد يحول الى بعض انواع الاعلاف. للاسف تلك الاقوام ايضا التهمتها النيران. نعم إينا. نعم أتل الأغا مراسلنا من كركوك كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وايضا انتم مشاهدينا القاكم في منشطات اخرى، الى اللقاء.